بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا العشرين الخاص للقعدان المنفرد من مسافة 2 كيلومترات. إذن ما هي للحظات لنوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة مقدمة الشوط. المركز الأول هنا شعار في هذه اللحظات مقدمة الشوط، شعار حمد بن سالم، حمد بن سالم بن حمد آل فهيدة المري مقدم لنا مهيب على المركز الأول. بينما المركز الثاني شاهين بشعار عبد الله بن ناصر بن عبيان الجهنياتي على المركز الثاني، شعارك يا بن عبيان على المركز الثاني. المركز الثالث ميهاب فهد بن سعيد بن محمد آل فهيدة المرياتي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار هادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري مع فجان على المركز الرابع. المركز الخامس جانب الايمن ارى الوصول والقدوم في هذه اللحظات، شعار في هذه اللحظات سعيد سعد بن جابر الشهري مع رياض رياضياتي على المركز الخامس، وايضا قدوم شعار عوض بن سول بن معضد العتيبي مع قناص. وصل قناص في هذه اللحظات، ولكن لنا عوده الى مقدمه الشوط الى شعار مهيب حمد بن سالم بن حمد آل فهيدة المري يقدم لنا مهيب على المركز الاول، ولكن بالفجح بالفجح مع فجاج هادي بن سالم بن راشد الفجح المري يقدم لنا فجاج. وشعار فهد بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري مع مايهاب، مايهاب يا بن عايض، مايهاب غير وتسلل الى المركز الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن، مالك اللي مايهاب. شعار سالم بن علي، سالم بن علي آل فهيدة المري مع شاهين، انطلق ابو علي مع المركز الاول مع شاهين واندفاعات شاهين. ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهين سالم بن علي آل فهيدة المري مع المركز الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن على اداء شاهين الفنان. سالم بن علي المري ينطلق في هذه اللحظات النقطة الثانية لهذا الشعار الكبير، شعارك يا بن عايض النقطة الثانية مع شاهين. سالم بن علي آل فهيدة المري انطلق الى نحو النماص. ما شاء الله تبارك الرحمن على اداء شاهين الفنان. سالم بن علي آل فهيدة المري تهانينا والنماص لك ابو علي هذا الفوز انتصار. المركز الثاني شعار بدل اللحظات بدر بن محمد بن يحيى آل مصوي الغامدي مع الحنيش. المركز الثالث فهد الاسماء عبد الله بن سلمان بن عقاب الدوسري مع الذيب. المركز الرابع شعار علوش بن راجس الدوسري مع جلمود. المركز الخامس شعار المركز الخامس عبد المجيد بن معيوض الثبيتي مع شاهين على المركز الخامس. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، تهانينا ونماس لمالك شاهين سالم بن علي آل فهيدة المري منتزعا وخاطفا لنوماس هذا الشوط. تهانينا ونماس لك يا ابو علي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. تهانينا والنماس على هذا الفوز، مالك للشاهين بشعار سالم بن علي آل فهيدة المري. تهانينا والنماس لك يا بن عايض على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. ونقطة ثمينة في هذا السباقات، سباقات موسم الطائف السباق الثاني. إذا تهانينا والنماس. ها هنا لحظة وصول شاهين وتوقيت شاهين 3 دقائق بدون ثواني و24 جزءا من الثانية، هكذا توقيت شاهين بشعار سالم بن علي آل فهيدة المري. تهانينا والنماس جميع الفائزين.